جئت إلى مدينة الجديدة لتحتضنني فعاليات صحفية وإنسانية لنقل فيما يخص تكريمي إلى جانب مجموعة من أخوات وإخوان في جلسة يعني شملتها عواطف وأحاسيس نبيلة وأيضا رمزية الحدث من خلال تكريم نقابة الصحفيين المغاربة لقيدوم الصحفيين في منطقة دوكالا سي الغيتومي وأيضا أستاذ طبيب وفاعلة حقوقية وأيضا ناشطة أيضا في مجال حقوق الإنسان. فما يمكنني أن أقوله هو أنني سعيد جدا بهذه اللمسة الإنسانية العالية التي تثلج الصدر وتدفئ القلب وتوقظ الهمم والأمل أيضا في غد أفضل فيما يخص تكاثف وتآزر الأسرة الصحفية في المغرب خصوصا ما يخص نقابة الصحفيين المغاربة التي أغلب أعضاء فرعها في الجديدة من الشباب والذين يبشرون بالخير خلال انتمائهم وفخر انتمائهم وحبهم في عملهم لوطنهم من أجل إسداء الخدمات الجليلة للوطن ومواكبة كل الأحداث التي تحدث في هذه المنطقة سعيدها وغير سعيدها. شكرا لكم وإلى اللقاء. جميعا إخوانك وسنظل دائما بجانبك لأنك فعلا مدرسة تستحقين التكريم وتستحقين الاحتفاء وسنكون بإذن الله جنبا إلى جنب من أجل إعلاء قيمة الصحافة المهنية الأخلاقية والموضوعية وأدعوك لتسلمي الكبيرة. اليوم كنا جد سعداء على مستوى إقليم جديدة أن نبادر إلى تنظيم المؤتمر الإقليمي الرابع تحت شعار من أجل تشريع قانوني ضامن لحرية الصحافة وكرامة الصحفي. وبالتالي اليوم نحن على مستوى نقابة الصحفي المغاربي بإقليم جديدة نعطي رسالة هامة بطبيعة الحال على أن هذا الدخول الاجتماعي ودخول ساخن حيث ننتظر إحالة مقترح مشاريع القوانين بطبيعة الحال على الغرفة التشريعية من أجل بث النقاش فيها وفتح النقاش العمومي وتجويدها لضمان حرية الصحافة أولا بطبيعة الحال وتكريس الحرية التي نص عليها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وكذلك أيضا لضمان كرامة الصحافة. لأن اليوم تلاحظون كيف أن الصحفي المهني أو حتى نشطاء من صناعة التواصل الاجتماعي صناع المحتوى يتعرضون إلى الإهانة يتعرضون إلى التهديد يتعرضون إلى التشهير ورغم ذلك ليس هنالك نص قانوني مع كامل الأسف رادع يحمي الصحفي ويحمي كرامة الصحفي ويحمي أسرة الصحفي. كذلك المقاولات الإعلامية اليوم هي تعيش انتكاسة اقتصادية خاصة عبر آثار جائحة كوفيد 19 ونحن نؤمن على أن أخلاقية الصحافة تظل أولوية من الأولويات من أجل الرفع من قيمة الصحفي لأننا اليوم ملزمون أن نسهم في النموذج التنموي الجديد خاصة أن نحن على أعتاب كأس العالم 2030 وكأس أفريقيا 2025 وكذلك التحديات الوطنية بطبيعة الحال. كنا على موعد مع تجديد ثلاث مكاتب إقليمية في نفس اليوم المكتب الإقليمي للجديدة والمكتب الإقليمي لآسفي وكذلك المكتب الإقليمي لمدينة مراكش. وبالتالي هذه دينامية جديدة على المستوى المغرب هي متواصلة وفاء منذ تأسيس سنة 2011 ونحن نواصل العهد بطبيعة الحال. سير كاتب وطني صورة مع الذهب.